برعاية مدير جمعية الكاريتاس الأردنية وائل سليمان، أقيم في مطرانية الروم الملكيين الكاثوليك أم السماق أمسية مريمية أحيتها جوقة الأردن البيزنطية بقيادة المرنم حسام حداد. وبحضور الأساقفة المطران إيلي حداد المدبر الأبرشي لمطرانية الروم الملكيين الكاثوليك، والمطران مارون اللحام مطران اللاتيني في الأردن، وعدد من الآباء الكهنة والراهبات وجموع من المؤمنين، قدمت الجوقة عددا من التراتيل البيزنطية والغربية، شاركهم بها الفنان الأردني أسامة جبور والعازفان الدكتور الياس جريسات وحران حجازين. وفي ذات السياق أحيت جوقة رقاد السيدة العذراء للروم الأرثوذكس في المفرق أمسية مريمية بقيادة المرنم الأول في شمال الأردن الدكتور رامي سماوي. وبرعاية الوكيل البطريركي في شمال الأردن المطران فليمنوس مخامرة، وبحضور عدد من الآباء الكهنة والراهبات وجموع المؤمنين، قدمت الجوقة لوحة إبداعية من التراتيل البيزنطية، شاركهم بها جوقة المجد الأرثوذكسية في إربد وعدد من مرتلي محافظات الشمال. البرايا بيسرها تفرح بك يا ممتلئة النعمة محافل الملائكة وأجناس البشر أيتها الهيكل المتقدس. وفي ختام الأمسية التي قدم خلالها العديد من كلمات الشكر، سلم المطران مخامرة دروعا تكريمية للجوقات المشاركة.
وحياتي.